آليات التمويل ديال النقل العمومي وسط الحافلات هو أحد المحاور ديال هذا اليوم الدراسي اللي كتنظموا الجمعية المغربية رؤساء مجالس الجماعات. الحكامة والتمويل، لأنه السؤال مرتبط أساسا بكيفية التوازن ما بين جودة الخدمة التي تقدم في هذا المرفق وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين، كذلك حول آليات تدبير هذا القطاع في جزء المرتبط بآليات ديال التمويل، فمن الوكالات المستقلة إلى التدبير المفوض إلى شركات ذات شركات التنمية المحلية، كلها آليات تم تجريبها في عدة مدن مغربية للآن كنتسألوا على الجدوى ديالها، وكنتسألوا كذلك على واش التمويل الجماعة المحلية قادرة بإمكانيتها الذاتية على التمويل، واش الدعم ديال الدولة ضروري لتمويل هذا القطاع، واش القطاع الخاص مهم كذلك باش يساهم في تمويل هذا القطاع. على كل حال بالنسبة لجميع الدول سواء المتقدمة ولا السائرة في طريق النمو، هناك تدخل الدولة في تمويل قطاع النقل العمومي وسط الحافلات. احنا السؤال المطروح علينا في إطار الذهاب بمدننا نحو مدن عصرية حديثة، ضروري من تأهيل قطاع النقل العمومي وسط الحافلات. للأسف الشديد ليس لدينا نموذج جيد الآن على المستوى الوطني، هناك بعض التجارب الجيدة في بعض المدن ولكن هي متفاوتة، وكذلك متفاوتة حتى في الجودة، ولكن ليس لدينا نموذج جيد يمكن أن يحتذى به في مختلف المدن المغربية. الآن كيف يمكن بناء هذا النموذج الجيد؟ شنو هي الآليات الأساسية؟ هي المرتبطة بالحكامة والتدبير والمرتبطة بالتمويل. كيف يمكن للجماعة المحلية أن تجيب على إشكالات التمويل في قطاع النقل العمومي وسط الحافلات؟ كيف يمكن كذلك للدولة أن تظل تواكب وتساهم في تمويل هذا القطاع؟ كيف يمكن كذلك للقطاع الخاص في أن يصبح حاضرا في هذا القطاع؟ كيف يمكن أن يصبح هذا القطاع في جزء منه في القطاع الخاص ولكن دائما تحت إشراف ديال الجماعات المحلية والجماعات الترابية وكذلك الدولة؟ لذلك هذا اليوم الدراسي سيجيب على مختلف الأسئلة التي تطرح علينا يوميا والتي ستطرح إلى أن نجد الطريقة الأنجى لتدبير جيد لهذا القطاع، وكذلك البحث عن الموارد مالية جديدة لتمويل هذه المرافق، وهو مرفق مهم ويقدم خدمات أساسية بالنسبة للمواطنين. التجربة هي إلى حد الآن ناجحة، ولكن خصو يكون عندنا واحد التصور للنقل العمومي، ما نحصروش غير في الحافلات، خصنا كاين الترامواي ولكن خاصة الطاكسيات اللي خصهم يتحسنوا ويعاود يتهيكلوا. ما يمكنش بين سلا والرباط يبقى طاكسي كبير وطاكسي صغير، وطاكسي كبير فيه 6 الناس مرسيدس 240، خص هادشي يتغير. إذا تصورنا هو أنه نمشيو لواحد البي دي او، واحد المخطط للتنقل الحضري واللي عندنا واضح باش يمكننا نحسنوا هذا الموضوع. ثانيا في الحكامه، هو اليوم هذا القطاع مدبر من طرف مجموعه التجمعات الحضريه. انا تصوري هو انه خصنا نمشيو لنسدال شركه التنميه المحليه، يكونوا الجماعات محافظين على المرفق العمومي، ولكن في نفس الوقت يجيبوا واحد من الخواص اللي هو مؤهل ومكون لتدبير هذا القطاع. ضروري خص الدولة وخص الجماعات يساهموا في تمويل شراء الحافلات باش يبقى ثمن التذكرة مخصص فقط لتسيير هذا المرفق، ما يمكنش التذكرة تمول الاستثمار. إذا بالتالي خصنا نخلقوا شركة ديال الباتريمون اللي هي تمول الحافلات، ويبقى تذكرة مخصصة بحال اللي كاين في لايستيريس ديال الترامواي، والتذكرة يعني مخصصة فقط للتسيير.